هنروح برضو لمثل تاني لبنت مصرية تانية ذكية جدا شاطرة عندها إبداع اسمها هاجر عصام. هي طالبة في كلية الفنون الجميلة وقررت تخوض تجربة جديدة وصعبة في المتحف الغارق في مدينة دهب. وفكرت ان هي تصوره بطريقة روعة علشان تعمل منه مشروع تخرجها. تعالوا نشوف عملت ايه. جمال ده، هي دي مصر الحلوة ومصر الجميلة بمناظرها بأثرها بكمان شبابها. يعني شفنا هاجر عاملة تجربة مختلفة جدا، انها تنزل تحت المية وتصور مشروع التخرج، حاجة رائعة جدا. المشروع ده المفروض يتذاع ويتشاف ويتشاف اماكن كتيرة جدا. تحية لهاجر عصام، تجربة مختلفة تحديدا، تحية خاصة على رأي اسماء النهاردة. المرأة مسيطرة، يعني في سيطرة جامدة جدا.